هذا ورفع معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى خالص التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى بمناسبة حصول جلالته حفظه الله على جائزة الإنجاز مدى الحياة إيمانا وتكريما لجهود وإنجازات جلالته الدؤوبة والمتواصلة في جميع المجالات خاصة في مجالي التنمية واحترام تعدد الأديان في المملكة، إضافة إلى اهتمام جلالته بتنمية وتوطيد العلاقات بين البحرين والولايات المتحدة على المستويات كافة، ما جعلها نموذجا للشراكات الاستراتيجية بين الدول التي تقوم على أسس واضحة وقوية. كما رفع معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى خالص التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك المفدى بمناسبة حصول جلالته على جائزة سامويل زويمر من الكنيسة الإصلاحية في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك تقديرا لدعم جلالته البارز لمستشفى الإرساليات الأمريكية والخدمات الصحية بشكل عام في المملكة، إضافة إلى حرص جلالته الدائم على توفير البيئة الأفضل للتعايش السلمي للأقليات الدينية والعرقية في مملكة البحرين. وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن إنجازات جلالة الملك المفدى المتواصلة باتت واضحة وجلية وتحظى باحترام المجتمع الدولي بفضل ما يتمتع به جلالته من حكمة وحنكة وسياسة منفتحة تحترم حرية الأديان وتعزز قيم التعايش والتسامح والسلام، إضافة إلى سعي جلالته المتواصل للارتقاء بالمواطن البحريني والنهوض بأوضاعه من خلال تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتوفير أرقى مستويات الخدمات الاجتماعية لجميع المواطنين. وأكد معالي رئيس مجلس الشورى بأن هذا التكريم ما هو إلا تأكيد لحقيقة دور جلالة الملك المفدى المشهودة في رفعة شأن مملكة البحرين ومضي المشروع الإصلاحي في مسيرة التطوير والتحديث والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مملكة البحرين باتت اليوم بفضل جهود جلالة الملك المفدى وإنجازاته البارزة تحتل مكانة إقليمية ودولية مرموقة يفتخر بها جميع المواطنين.